في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1806 عنصراً إجرامياً ومصرع 23 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، وسبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة، وبحوزتهم 1058 قطعة سلاح ناري من بينها رشاش، 155 بندقية آلية، 154 بندقية خرطوش، 50 مسدساً، و696 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 238 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4565 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3809 متهم، من بينها جرينوف ورشاشان و616 بندقية و434 بندقية آلية و239 مسدساً و3273 فرد محل الصنع وعدد من الطلقات و590 خزينة، إضافة ل 5885 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 57 تشكيلاً عصابياً ضموا 222 متهماً قاموا بارتكاب 276 حادث متنوع، كما تم ضبط 590 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 291 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبها بإجمالي 413 متهما، كما تم إعادة ثلاث سيارات مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,458,447 حكماً قضائياً متنوعاً من بينها 9,797 حكم جناية من بينها 5 أحكام بالإعدام و497 حكماً بالسجن المؤبد، وعدد 751,067 حكماً جزئياً و 125,526 حكماً مستأنفاً و 1,229,891 حكم غرامة و 342,166 حكم مخالفة.